الميمون في هذه الساعه راه مريض ماشي ساهل، وراه في المستشفى العسكري. كاين مجهودات كبيره من طرف الاخوه اللي راهم واقفين معنا، يعني كنتكلم هنا على وزاره الثقافه والاتصال، سي محمد العرج ولا مصطفى الخلفي ولا وزير الصحه ولا مجموعه ديال الفنانه كذلك اللي وقفوا معنا ساندونا في هذه المحنه هذه. يعني كنتكلم انا ما نتكلمش على الماده ولا نتكلم، كنهضر على المعنويات، لان سيمي وحنا في غنى على هذه القضيه ديال الماده. وبصراحه انا جيت اليوم ما بغيتش نوصلوا حتى لان يقولوا حنا نديروا البيتري ولا نجمعوا، حنا في غنى على هذا. حنا خدمنا، يعني كنتكلم هنا على ميمولوجي او لا كمال لوجي، حنا خدمنا ازيد من 40 سنه، اعطينا 40 سنه فيها ازيد من 250 اغنيه اللي اعطيناها الجمهور الحبيب، حب واحترام للجمهور، يعني اعطيناهم هذه الاغاني حب ماشي اننا ننتظر. وانا هذا اول يوم كندير كنتكلم، يعني بالنسبه للصحافه انا ما عدتش عليا نهضر بزاف وماشي من طبعين على اي، احنا ماشي هنا نطلب، نحن نطالب الحقيقه، لان ما بغيتش سيمون يوصل لهذه القضيه ان توصل صحراء ونجمعوا التيكيات وهذا الشيء. ما انا ما أنا شخصيا ما عجبنيش. انا جيت اليوم هنا، علاش جيت؟ جيت لي على اساس انني نشكر الاخوان اللي داروا هذا لوجاست هذا، ولكن انا شخصيا انا ما بغيتوش فرونشمون، لان باش يمكن لينا نقولوا 40 سنه ديال العطاء. كانت هنا كان الدور ديال كان الدور ديال اللي ضروا دوتور اللي ضروا فازوا، حقوق التاليف والحقوق المجاوره وجبر الضرر لينا، لان 40 سنه ديال العطاء حنا عمرو ما مدينا شي واحد، ما مدوا دينا حتى شي واحد. ولكن كنشوف بان جبر الضرر كان سيميموني تختار بالاعتبار، ما بقاوش كل مره نمشي ويجي وجدا يمشي ويجي. سيميمون خصو، ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم الحاله الصحيه ديال ميمون ديال سيميمون راه مزيان. سيميمون راه مريض ياك، والمرض ديالو ماشي ساهل، ونطلبوا الله يشافيه، لان كتبقى القدره نتاع الله سبحانه هي الله اعلى واجل، هو اللي ان شاء الله يشافيه، والدعاء هو حاجة كبيرة، نطلبوا الله يشافيه ويرضاه لنا لينا ولوليداته والأسرة ديالو سواء الأسرة الصغيرة. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.